انا مسؤوليتك يا قطوطه، انا ماليش دعوه. يا اختي قاعد هيعمل فيا ايه؟ هيحبسني؟ ما انا اهو محبوس اهو. يلا ما تقلقيش يلا. بس يا بس السخان الزبد ده. يا بابا مش انت اللي قلتي لا ارقص؟ ايه ده؟ ما انت تعمليه ليه؟ وش ده؟ برقص. هو ده الرقص ده؟ ايوه. ايه مزيكا هاوس عادي يعني. هاوس؟ هي من ناحية هاوس؟ ما هي هاوس. هاوس. ايه يا بنت المزيكا دي؟ ده بيلعبوا المزيكا دول ولا بيكسروا العدة بتاعتهم؟ قولي لي الأول. انت هتتجوزي مصري ولا خباجة؟ لو اتجوزت أكيد هتجوز مصري. مش خباجة يعني؟ لا. يبقى لازم تتعلمي الرقص المصري. I'm not interested يا قطاطة. ايه؟ I'm not interested. يعني يا اختي بتعزيها تنجلي انا افهمها. يعني اقصد مش متحمسة. مش متحمسة؟ طيب يا ست خليني معاكي. افرضي انت بقى مش متحمسة وطلع جوزك ها؟ صاحب مزاج. كيفه انه يقعد كده وراجعي بالطبلية وحاطط الحجارة ومسك الجوزة وجايب بقى لفة الكمام والطرب بقى عشان في حاجات. بتعملي ايه وعندك رؤوسي؟ بتعملي ايه؟ هتعملي له كده اهو الحاجات دي كده وهتقعدي تعملي كده؟ تعرف هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيطلعك ويجيب اي كلبة من الشارع ويخليها ترقص. المهم ان هو يعدي الليلة بتاعت السودة اللي بيعملها دي. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ بتعلمي الرقص الشرقي. يلا هاتيلي حاجة اجري عشان خاطر تطمني عليها وطمنك عليها. طب يلا تعملي حاجة. طب حاضر بفكر. انت عمالة تورطي من دماغك. هاتيلي حاجة. خلاص عندي بتاعت الألوان. بتاعت الألوان؟ ده أنا ما علمت حضرتك أنت إيه؟ سامع جامد وزرور ذكي وتفريز. علبة الألوان. علبة الألوان. أبو النبي حلوة. ماشي. ها. هترقصي مرقصة كاريوكا ولا سامية جمال؟ رقصي سامية جمال. حددي يا قطاطة، سامية جمال ولا كاريوكا تفرق؟ انت يا دي يا اختي بتعرفي تعملي الاثنين، انت عايزة ايه؟ كاريوكا انا قفشاها. طب يلا يا اختي، يلا واقفة كاريوكا. بزوة؟ ممكن كده من تخيلك فوق. ما في عظمة كده. ها؟ بزوة؟ وانت حط اللي عشت على بعض اللي عشت اللي عشت. الصاد يا قطاطة انت بتفصليني ليه؟ بتفصليني انا سخنت. سخنتي انت بترمي ايه وانت قاعدة؟ برضه وسطي. انت عمالة ترمي حاجات كده من جهة. بس انت قلت لي ارقص كاريوكا. ما دي كاريوكا فين؟ سؤالي في الحتة دي الكاريوكا دي. ربي بس احنا. انت وديها عملتها فين الكاريوكا دي؟ معرفش هي دي رقصة وسطي يا قطاطة. بصي بصي. يا حبيبتي دي رقصة الحوامل دي. واحدة خامل بتصعد الواد ما ينفعش. هي لميس؟ لا. طب بقول لك ايه انا مش متمكنة بصراحة. قومي انت وريني. هذا الواد انا هقوم انا وانا بخطري. ما انا ببقى عايزه سحاله عشان اعرف. مزبوط؟ انت رحت فين؟ انا اهو. ايوه اهو. بصي بقى هو في الزوافه. هو في كده الزوافه ديكي. زيتها كاريوكا. خلاص؟ انت تروح بيه كده. دي؟ ادي. كده. ايوه يا انت تعملي كده عشان يبقى بنتي رقصة اني مايزة. ماشي ماشي. ماشي يا حلوة. انت كده بتنجهي الكلب. خلاص. ها. كده بصي بمجازة. ايوه. تا 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 جدو جدو ما قاعد تحت يا اختي بقى كلب وعدي. جدو هو يا قطاطة اهو. بتعملي ايه يا لميس؟ بنرقص يا جدو. بترقصي يا لميس؟ مش في ايه ما ترقص يا عباس بيه؟ ايه؟ في ايه ما ترقص؟ انت يعني مراتك ما رقصتلكش؟ لا طبعا عمرها ما رقصت. ايه وقتك دي؟ الله ما تقوليش انك مراتك ما رقصتلكش. ياه رقصت؟ يبقى خلاص بقى يبقى سيبنا سلف في البيت. انا هنا سيدة الكسر. سيدة ايه؟ سيدة الكسر. سيدة الكسر. يا جدو خلاص بقى اطلع بره بطلنا رقص. اطلع بره في ايه؟ حاضر. خلاص بقى كفايه رقص يا قطاطة. اكفايه انا تعبت. بالراحة. بقعد؟ ايوه. مزبوط. خلاص بقى احنا رقصنا ولعبنا وهزرنا. مزبوط. ممكن بقى تكملي لي حدوتة الليمبي؟ الليمبي؟ يا حبيبي. اهو. اهو جاي منك اهو. شايفاه؟
يا عم. ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينة في كلاوي. لا عم. قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المن في المفرق الأخير. حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزعة الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ أيوة كده حاسسني أن أنت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 هيا. لن أتركك لن أعرف مكانك. أنت بقى أريد مية. هات كوباية مية. سأحضر الكربة. الكربة أنت هتسقي جمل بعود الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم أنت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات؟ ده أنت مسافر دلوقتي يعني. هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوباية. أريده إيه تاني؟ من 12 الدور لحد العشاء واحنا قاعدين قاعدة تستولد. أريد أيوه أريد شربة خمر معتق. شربة الخمر المعتق؟ أنت مصر إن أنت تموت كافر برضو؟ إيه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى خليني أخلص ده. إيه يا عمو الديناصور بيخلص ولا إيه؟ قولي زي انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 عمو. ما هذا؟ ما هذا؟ يا بشي بنت العلامة العلامة خلاص الكن. العلامة سكر الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا الندى. الكنز؟ إذن هيا بنا. هيا بنا هيا يلا الندى هيا. السيد زيتون؟ هل فارق هريسة الحياة حقا؟ دعوة كان وفاشا إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أجل إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب والماس واليقوت ومن أخويا. خش جوه. هيا يلا نوفين دي بقى دلوقتي. ديانا ديانا اجري يا بنت اجري بقى. لقد هربوا بالسر وضاع الكنز. طبا ماذا افعل الان؟ ماذا افعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان. لا تتركوا شبرا في المدينه حتى تعثروا عليه. اخرقوا دمروا خربوا. لا تتركوا امراه على قيد الحياه. شردوا الاطفال وان وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون أنت دائما تعجبني. لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. Thank you.
أنت انظر إلي، هل رأيت رجلا مسرعا مرة من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن الليمبي. هل تعرف الليمبي؟ الليمبي اسم عجيب عجيب، وماذا تريدون منا؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل، سيسلخ جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذهب، إنه أقذركم وساخة. إنه رجل أبلة، وهكذا زوجته. هيا بنا، هيا بنا نبحث. هيا رجال. أعجبتني. تعرف ما يعجبني فيك؟ دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي، نحن في المطاردة. اجري. حلمي. ماذا نفعل الآن إلين بي؟ أقول لك على حاجة؟ الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرق. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي؟ المفتاح يا إلين بي؟ المفتاح؟ أي مفتاح؟ المفتاح؟ المفتاح ده؟ هو واللمبي زي ما راح زي ما جه، وزي ما هند جت راح زي الكنز زي ما بيقول. نعمت. ومفيش اكل هنا في البيت ده ولا ايه؟ انا جعان قوي. نبيس نبيس. لا 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 عيب. ايه العيب اللي فيه؟ انا ايه العيب اللي فيه؟ البنت نايمة. عيب، وانا مش بتاعة الكلام ده خالص. بس. لا. بس. بس. تعالي. عيب، انا واحدة ست محترمة، وانا عايز خاطر البنت ده بت عايزني خدني في الحضانة. دماغك رافيني فين يا طاطا؟ تعالي، عاوزك. السجن. السلك؟ السجن. السجن، ايوه. طلعتني ما اقدر احضر. ايه يلا انا اللي مفكرك حنيت جزء خضاع جزء اخرعهم جزء بس انا جزء اهو. بصيرك تحلي يا ابو دبورك يا اخويا. واسع، احنا في اوتوبيس. عارف اسماعيل، لو دخلت الفيلا دلوقتي مش هتعرفها. الضحكه رجعت لها تاني، البسمه، الحياه بتنبض فيها. لو شفتها وهي قاعده بترسم زي زمان مش هتصدق. ملاك يا رب قاعد بيرسم. الكلام اللي انت بتقوله ده جميل ومشجع، بس لو حطيناه في مكانه الصحيح وسط الاحداث هيبقى مجرد عارض ما نقدرش نطلع منه باي نتيجه. عرض ايه ومرض ايه؟ بتتكلم كلام عادي، ما انا قعدتك قدام المونيتور تنحت. اسمع يا عباس، انت فايق ورايق، وانا عندي عيانين دافعين ومستنيين، وانا مش فاضيلك. من الاخر كده، لميس ما زالت في خطر، قطاطة ما زالت مجرمة، وشرها هيطولك ويطول لميس. اتفضل يلا، مع السلامة. تصدق يا اسماعيل؟ إن أنا لولا حالف إن أنا ما قتلش حد من الأربع، كان زمانك دلوقتي في الكفن. فوق دماغي ده إيه يا عمر؟
وحياة سماحة وشك دي واللي ما شفت شبهك على حد، ان سلامات دي ادعاكها تحت رجلي زي الصرصار. السلامات قال سلامات سلامات سلامات، بلا واكسة يا بلا حمات. السلامات مرازل. ايه يا حبيبتي في ايه؟ مرازل ايه؟ السجارة دي عاملة كده ليه؟ ما تفضحيناش، اشربيها وانت ساكتة وحاولي تداريها. عاودي داريها. لا داريها. افضحينا. انت عارفة سلامات اللي عاملة هيلمانة دي كان اسم يا مليا؟ انت فين؟ مياسر مياسر. عايزة ايه؟ انت رحت فين ليه؟ انت رحت فين يا مليا؟ قطعتيلي الخلف. انت عارفة اللي عاملة هيلمانة دي كان اسمها سلامات مشاوير، كانت حتة صبية عندي بلقمتها، فضلت تتدحلب لحد ما شربت الصنعة، ولما بعد كده قاويت حربتني وقطعت عليا وسرقت مني الزباين. اعمل فيها ايه دي قطاطة؟ يا وليا ما تثباتي يا وليا، خليني اعرف اكلمك. لا وليني يا مياسر. يا لهوي انت رايح انت رايح، الارض بتلف ولا ايه؟ لا دي السيجارة عملت شغل. دي السيجارة دي أجنبية؟ لا ايه؟ دي سيجارة محشية يعني. محشية؟ اه. ومين ياخدي عنده خلق يجيب السيجارة ويقعد يعور فيها ويحط الرز معاه؟ يا ولية يا سيجارة محشية حشيش. حشيش؟ وطي صوتك ما تفضحيناش. سيجارة محشية حشيش؟ تدعي بقى يا مياسر، عرفت انت تعرفت الحكايه دي فيا؟ تشربي لي سجارة حشيش كده ولا ينفع ان انت تعرف؟ مياسر ايه رايك في الوقفه دي؟ هاب كده؟ ايه ده؟ كده ملاكم يا قطاط عرسي. ملاكم؟ ملاكم؟ طب اعمل ايه؟ لا عايزه حاجه فيها اغراء كده. اغراء؟ اغراء يعني ايه اغراء دي؟ اغراء يعني باز كده سكسي. ايوه عرفت كده من اللي هو طب اسلح لك كتفي؟ اسلح من هنا؟ لا لا كده يا ده كده اغراء. لا انا ما اقصدش، انا اقصد تنامي وتعملي باز كده اغراء سكسي يعني كده بنوته. بوز؟ ايوه ده بوز يعني الباز السكسي كده بتاع البنات الحلوين اللي هو الباز كده. النبي يضحك على اه نامي يلا تعالي. ها بصي دي ورين ترى بيبا. بصي كده اهو، وكده دي بيه كده بيفكر. ايه ده؟ لا كده اخراء. بصي دي سلي. ايوه لا كده ماشي. بس هتثبتي ولا لا؟ اصبر كده حط ده هنا. حط. ايوه اثبتي بقى. طب كده اعمل نفسي بقى ان انا بفكر. ايوه بصي في حته تانية خالص ما تبصيليش من كده. ايوه لا بصي قدام. لا يا قطاطه نامي. ايه نامي يا قطاطه نامي. انا بخلص. ايوه لا امال ايه؟ ايوه ارفعي راسك وبصي. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ نعم. انت قاعداني هنا ليه؟ برسمك يا قطاطه. برسميلي؟ سلام ده انا ياما رسموني. بجد في رسامين رسموك يا قطاطة؟ ايوه الفنان ده محمود سبيداج. سبيداج؟ ايوه. ده رسام؟ لا بقاش بلقاش قد الدنيا مثلا قدر يطلع بصي ياخد العماره محاره في يوم وليله ويروح على البيت يكمل بياض فيا. طب ممكن تثبتي عشان انت بتتحركي كتير وانا مش عارفه ارسمك؟ انا بوزي بس هو جسمي اللي بيتحرك لوحده. لا اثبتي وعايزاكي تعملي كده شو كان عارفه الشموخ والدلع تبقي كيوت، تبقي بنوته كيوت. مين صرخه كيوت دي؟ لا كيوت يعني بنوته رقيقه. بايوه اثبتي بقى يا قطاط. هتعملي لي طب اعملي رسميه زي تايتانيك. ايوه زي تايتانيك. عارفاها البت دي؟ عارفاها. بتظني كده جحوره اللي هي الزرقاء. لا بس انت احلى عشان انت يا قطاط عندك كده ما شاء الله كيرفز في جسمك. عندي ايه؟ كيرفز يعني عندك مطبات يا قطاط، عندك مطبات في جسمك عايز ارسمها. طب ايه رايك بقى بصي؟ اعملك بقى ايه؟ عزينه. ماشي. حاضر عزينه. مين يا ابوي؟ بتعيطي ليه يا قطاطة؟ افتكرته. هو مين ده؟ الفنان محمود سبيداج.
انت عبقري. صالح صالح. ايوه ايوه يا بيه. هات لنا ازازه وكاسين وتلج بسرعه. خلص. حاضر حاضر يا بيه. طمني وقعت على زبون سقع المره دي. زبونه سقع يا ابن الرجاله دول ما يجيش من وراهم غير وجع القلب، انما النسوان بقى موجودين عشان اللي زينا ينصب عليهم. قوي. من كل الله الواحد لولا الحوجه للقرش ما كانش اشتغل عند كلاب زيكم. من كل الله. يا قطاطة زهقتيني، سيب الدبانة دي. ما انا دادي بنموت الدبانة دي، كل ما اجي اتكلم تروح تاخد بوقي. نزلي ايدك نزلي ايدك، هضربك بالرصاص. انت هتضربني بالمسدس عشان دبانة؟ جدو دبانة ايه؟ انا في الليتي فيها دبانة تلاقيه طالع من شعرك. ليه؟ خرج من شعري ليه؟ هربيه وابيعه؟ جدو من فضلك اطلع بره. ايه؟ اطلع بره. حاضر حاضر. شكرا. انا رسول ده شخصيته قدامك مفيش. عادي عادي. انا اسود. انت عارفة ان انت احلى حاجة في البيت ده؟ جدو! نعم! ارحلين لما ببوتش كده. انت بوصلني لحد فين؟ لحد ما الليمبي كان بيهرب. الليمبي مين؟ اللي كان بيدور على الكنز. كنز؟ ايه كنز دي؟ ايه قطعت مالك ما تركزي؟ حد كلمك يا لميس؟ جدو! قلت لك اطلع برا. انا رسول. انا هطلع. شفتي ده جدا؟ مدك بس شخصيته عمالة تنزل 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 لما بيحك في الأرض. خذي. ها خلاص ماشي؟ احنا وصلنا لحد فين؟ لحد ما الليمبي كان بيهرب. ها الليمبي مين؟ قطاطة. كملي قطاطة. حاضر بتحرم معك. ماشي بص يا ستي. انت لا تزعلي مني يا هند. لا تزعلي مني يا هند، لا خبيت امك يا زيتون. هو جاب الاخضر كده ليه؟ وايه اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعن يا سيدي، انت مساعن. سلام عليك. انت مساء. انت مساء يا سيدي. مساء. مع السلامه عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته حبيبي. حنيني. احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمه بتعمل غير بقول لك. احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوطين شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني، فاحنا اكيد في المريوطين يا اما في نصر الدين يا اما في زفت اللبن، صح ولا ايه؟ انا مستعد منك حاجه. مستعد منك حاجه. ايه انت يا ابني؟ انا انت بتكلمنا انا؟ افندي ما يا مسياحكم. ايه؟ افندي ما مسياحكم انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقول لك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب، يعني اركب ميكروباص منين؟ ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر العين، امشي على طول هتاخد القصر، بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه ما انا بقول لك انا اروح السيده زينب ازاي؟ من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ اركب الحمار. انا على ابن حمار؟ يا جدع ما بلاش اللي تعرف. انت من حمار. يا جدع انت من حمار وستين حمار والله حدب ايدي في زرك اطلع لك ولا اخرك بره. ايه يا عم الحاج؟ انا بقول لك اروح السيده زينب ازاي؟ ما انا بقول لك يا تركب من حمار يا تاخد يا جدع اجري بقى بلاش غلاوه بقى. يا عم الله الله انت بتطلع علمك عليا ولا ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، اروح ازاي؟ خدي معاك على طول يا اخي. انا ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني. بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محرق الدنيا. محرق الدنيا دي كلها. يلا ربنا شايفك بقى. انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا. حبيبي تسلم الباشا. حبيبي شاكرين قوي. يلا. انا مش عارف انت اللي بهرجت ويا افندم ويا ايه؟ مش فاهم انا انت ايه؟ ايه ده؟
فاهم انت ايه اللي فيها يا فندم؟ يا راجل اجد انت تحت يا معاي سنة معاي ربنا بني وسنة معاي ولي سنة معاي. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ النهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. هزقها وايه؟ وكانت ليطه وهي ما بتشوفهاش وهي قاعده معايا في العربيه وش فات لما بنروح السجن. بتبقى ايه؟ نايمه زي القتيله يا ولدان. يجعل سره في اضعف خالقه. يعني قطاطه الغلبانه دي صاحبه فضل على عباس بيبها يلمانه ده كله؟ عليه وعلى عيلته. امال ايه؟ ومش اي حد من عيله. لا ده خلصت الخلاصه. طبعا ما هو برضو اغلى الولد ولد الولد يا بكير. شفتي؟ صدقتني بقى ان هو مش قليل عليه لما يوطي على ايد اما قطاطه ويبوسها. كلنا والنبي اسكت. كلنا نبوس ايديها. يا لميس يا حبيبتي افهميني، انا ما اقدرش اعمل حاجه لقطاطه، ده لا في شغلتي ولا حتى في اهتماماتي. اسمعيني بس، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني يا جدو. انت لازم ترد الجميل للست دي، كفايه اللي عملته معانا. شوف يا حبيبتي، 90% من المتهمين اللي موجودين في السجون كلهم بيقولوا احنا ابرياء. لو هي بريئه بجد ربنا باذن الله هيساعدها. طيب ماشي اوكي. انا باخذ يا سعاده الباشا، وحياه النبي ما تزعل نفسك وان شاء الله كل شيء هيبقى زي الفل. ده بالنسبه لايه يعني؟ ايوه يا باشا انا باخذ يعني بعد اذن حضرتك كنت عايزك يعني تفتكر موضوع ام قطاطه. انت مالك انت ومال قطاطه؟ ام قطاطه اطلع بره يالا. تمام برا. تمام. هتشل هتشل مثل عبي. من اللي انا عارف؟ ايوه بقالك ساعه ماسكه البتاع بتبصي في ايه؟ بتبصي مثل عبي. بلعب ماشي، ما انت ما قلتليش العب. اهو كده شيز بيس. شيز بيس ايه؟ ده مش شيز بيس اصلا. امال ده ايه ده؟ دي كوتشينا عادي. مش دومنا دي؟ دومنا ايه كوتشينا؟ لا انا عايز العب كوتشينا. حرام عليك يا قطاطا، ما هي دي الزفت اسمها كوتشينا، ده كوتشينا. لا انا مش عايز العب اللعبه دي، اللعبه دي مش حلوه. زهقت، انا مش فاهمه انت دماغك دي فاضيه خالص خالص. مالك ما تعمل ايه؟ اخي ما بزهق بخش اقعد في دماغي جوه واسيب الخلق يطلع بره. انا على راي المثل، المثل اللي بيقول لك ريح تستريح وتكسب محبه الناس. انت بتجيب الكلام ده منين يا قطاط؟ مش زمن، مش زمن يا بنتي، مش زمن. انت عارفه عايزه تنتظري انت من واحده كانت عايشه طول عمرها في ايواء، خدوا الايواء راح مدينا خيمة، خدوا الخيمة راح مدينا الخابور بتاع الخيمة، وبعد كده قعدت على الرصيف. يعني انت ما عندكيش سكن خالص؟ لا عندي. فين؟ ساكنة في جلابيتي. جلابيتك؟ ايوه، دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يقدر يخرج منها، انت بمزاجي بقى. يا واد انت دكتوراه في الفلسفة الشعبية. انا رحت دفعت بقى، رحت واخدة بعضي وطالعة المساكن الشعبية، رحت مقدمة الورقة في الحي. وقالوا لك ايه؟ قالوا لي الحي أبعد من الميت. حالة فنية فريدة، كتلة إبداعية متحركة بترش في نظريات، كل ركن تدخل فيه تكسر الثوابت. سبحان من أبدع الجمال اللي فيكي اللي جواكي واللي أجمل من جمال موناليزا. ما حدش قالك على الجمال الخارجي اللي شبه الحمار الوحشي؟ ما تصحنيش من الحلم اللي انا فيه يا عباس. قطاطا، هو انت دفعتي عن نفسك ازاي في المحكمه؟ يا داوي يا داوي، ده تسكتي، ده كان يوم يا نهار اسود، الناس عماله تصور بالتلفزيون وعماله ماسكه في ايديها حاجات كده بتاعت اليوم اللي هم دول بيكلموا، ورحت واقفه ماسكه في قفص الالتهام كده، وقعدت اقول انا بريئه
انا عم زلومه انا تعب فيا والراجل اللي هو ماسك الشاكوزا ايوه القاضي ده نجار ده ولا ايه؟ لا القاضي القاضي كان بيضرب كل شويه ان قلت فيه مسمار في التخته في التخته ولا حاجه وما قلتيش بقى مين اللي ظلمك ها؟ نبني عارفه بقى الا وشها اتغير بيقولوا مش لاقيينهم كويس قوي انه ما اداكيش اعدام النبي رند قال يتحط براحه كانت المراحة بدل واحد وحد في الواحد بدل ما هو عايش في الكولة ويروح يلعب في دماغه يتلعب فيه لا طبعا والعبيطة بقولك ايه ها ما تيجي ناكل بطاطس عايزة بطاطس برضو اكل بطاطس مش فاهمة ايه حبك في البطاطس بحب عرنبية المقلي حاضر وايه تاني ونخويا بالمعيز معيز في ملوخيه بالارانب حاضر هجيب لك كل اللي انت عايزاه بس خلينا في الحاجه الوحيده اللي بفهمها منك يا قطط مين يا جماعه اللي حبيبي اهو اهو انك هو جايب معاه قاعد يزعق والمحافظ ماشي جنبه شرف دخلوا السلطانه هو ده اللي احنا عايزينه وانا كده نجحت ايوه نجحت النبي نجحت نجحت طب انا هلعب تحت سن كام احنا هناخدك معانا في الجيش في الجيش في طلائع الجيش وده حلوه دي واحترف بعد كده والعب في اسكو انتهى فرز الجنود انتهى هاتوه اولاد السلطان ده ملك الدسوق دي ولا مين ليه؟ خش مولاة الامير السلطان تقدم ايها الفتى الشهم لقد سمعت عنك الكثير وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمة تقدم يا غالي يعني مش هبدأ ليا ولا لمين؟ يعني انت عايز ردك عايزاني اتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على اي مائدة رحمن واروح قفشه على طول لفه واستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. انت قلت لي اسمه ايه؟ قمر الدين خشاف. والنبي انت اللي قمر. قمر. تعال. اجلس بجانبي تعال. بصراحة كده يعني عارف انا بدوس جامد انا عارف شعر جحدة ما اسمك يا اسمك ايه؟ ايوه ايه بيتك ده اسم الليمبي اريد ان اعرف هل هو متزوج ام لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف ايوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص انا بقول لك حربتولك في قلب شوال من نصرية ومغزوز ومتأسلك ومتفضل 14 كبوك تحت رجليك هنا خلاص كده؟ وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ ان هو يعرف ست عليكي؟ انت خلاص انت جبت سقف الحريم اذا فعليك به؟ اعوض يعني ولا ايه؟ اذا فعليك به؟ ايوه حاضر خلاص خلاص
مولاة السلطانة شجرة الرز، الأمير عمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجة من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاة السلطانة شجرة الرز، مولاة الأميرة، كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ده ولا ايه؟ مين ده؟ خدام الجديد. شكلك كويس. متبلع برست عند ميجانس. اسمحي لي يا مولاتي، انا اخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. ده هو ده عمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا تا تا. بعد اذن مولاتي بص الطير. هيا بنا هيا بنا. اهلا بيه. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجره الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا، ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا، اكيد مولاي الامير امر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده امر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ما يتضجر. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قرط في عقد بالي اكيد مولاي الامير امر الدين خشاف مخلف بطل، بطل يحمل اسم مصر الى العيباء فوق كده. لا من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا مولاي. ازاي ايه؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش بدل زين العابدين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقيبه ناس بتتدب تحت رجليك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاف. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسنت في خزون. تعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. زكي. فاتك وانا بحكي حكايه الاميره زينات. الاميره زينات اللي بعتها في سوق العبيد عشان احافظ عليها من القطار. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوه التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوه دي؟ الامير طربال اللعين. قربان. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف، لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقة. امسك الصورة دي تديها لعز الدين اسماعيل، وتقول له يورد المطلوب منه الليلة. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصه للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولاه السلطانه شجره الرز باعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمه شجره الرز، دايما بتبدي مصلحه البلاد على مصلحتها الشخصيه. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسه. عايز عيون المنتشرة في كل مكان تبقى دايما جاهزة، دايما صاحية، مستعدة. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضلوا. هاي زعمور حبيبي. خيانة! يا حرات! خيانة! خلاص يا لمبي!
ويده اللي هنا امي بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم ده؟ ولدي الوحيد هو ده كله. وحشني يا ابويا. ابويا 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 ما تخافش ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه ابوسه. انا مش عايز. انا الحكايه يا قمر الدين، زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق؟ انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده؟ من صغار يا مدام. ده اللمبي. اللمبي ده ولد غلبان. ده ما تقول لي يا لمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ طبعا ده حبيبي. ده حبيبي. لعبوا لحد ما تباحث في شؤون خاصه مع المدام. مع المدام؟ لا ما هو ده. لحظه بقى لحظه بقى يا نعم. حبيبي بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخله دي يا ملواي. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة. البلد عايزاكم بعدين دخلتك دي. شوف انت بص نخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها في ده الوطن، في ده مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه. حبيبي 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 هوبا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان صح ورا. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه انا حبيبي. اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه. طبعا حلوه شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي ماشي. يلا وريني يا جمال يا جمال. هتوريني كده يا حبيب بابا. ده اسمه ايه؟ حصان. حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت تقول ايه؟ انا بلعب الحصان. بلعب الحصان بتاعي. ابويا ابويا يلا برا. ابويا ابويا الحصان. ابويا الحصان. فين الحصان؟ يا دهدا شويه. فين الحصان؟ يا دهدا. ابويا يا دهدا. ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا في بطني. بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا. ام غلاستك ده انت غلس قوي ده يا ابويا. ايه بس يا نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ يا ابويا مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو. هو بس مش سوعب حاجه تانيه خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا مش دهون. مش دهون. هو كان الحصان. والله هو دهون مصحف. انا هجيب من حصيله تانيه. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كدب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كدب بقول لك حضرتك مالواي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي اصلي اللمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه يا ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده. اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليه الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب برحمه كمان، لانه هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان. اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر ده كله يا زعربور. انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني. انت عبيط عبيط عبيط. الله ينعل ابو الغلاسه اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي ايوه ساعه الباشا.
أنا مضطر أقعد يومين عشان في بعض شؤون الدولة مع أصلاجة حبتين. شؤون الدولة؟ وهي دي شؤون دولة؟ ده شؤون القارة يا مولاي. أنت دخلت دقيقة وخرجت شبه بتوع الكنافة والقطايف عندنا. لمبي دخلة تانية أنا معرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا إيه، مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. أنت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. آدم مدواي سرك في بير. وإيه كمان؟ مخلف منها علي نص نقل. الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده ها خلاص ولا حيقوم ولا أي حاجة. لزق بكل على كرسي العرش. لا تنفع معاه ثورات ولا مظاهرات ولا أي حاجة، لأن هو من الوزن التقيل، فصعب إنه يشال. البلد هيسيبوا له البلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها إيه؟ متناثرة الإحجام، فدي عايزة بوصلة عشان تحددي الخلقة فين بتاعته الشاشة تعرف تتكلمي معاها. وحشة يعني؟ وحشة منين؟ وحشة مني يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدر تقولي رضعة من وحيد الكرم، ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجة وإيه؟ وفاكر نفسها زغلولة، وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال على الأمير أمر الدين وماشي عملت تدلعه يمين وشمال، وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع الموسيقى. مولاتي السلطانة شجرة الرز، لقد قتل الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. الأمير أمر الدين خشاف إيه؟ الأمير أمر الدين خشاف يا مولاي. كل سنة وأنت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتل؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت قمر الدين. مين أنا؟ يا عنتير. أنت حبيبي وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليلي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ أنا ما قتلتش قمر الدين ده. أنت حبيبي. أيوة وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليلي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى طمراية واحدة، كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني. خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل، والنبي والنبي قشطة. انت عارف انت جايب اخر الحريم، خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايب من اخر الحريم. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا مش هيجيب فيك الخربوش، عشان انت زيرو وانا موت في الزيرو. من صفر المية في 3 ثواني و10 من الدقيقة. يا أهل مصر المحروسة، راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة، غدا الفرح والأفراح، غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير اللمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة. اللمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير اللمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهارده. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا اخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين اللمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين؟ بيقول لك بكره فرح، يعني فته وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وعمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بجر، وانت بتتكلم في هنجر الفتة.
ليه محسسني ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبده عند المملوك؟ هو هو شكرا. قاضي بسك من قرطش وقال لك يلا يا رامي خش يا رامي واكسب القضيه على طول. ايوه في حاجات تانية حصلت في الحلم بس مش هينفع احكيها لانها كرامات للبني ادم. مال الاستخاره ومال الاستئناف؟ مالهم؟ مالهم الاثنين دول ببعض؟ يا شيخ رامي الاستئناف بيبقى خلاص في حكم الفرد بالنسبه للي اتقبض عليه واتسجن ظلم زي الست قطاطه. لا اسمحي لي، الاستخاره دي في اي فعل يقدم عليه البني ادم من حقه ان يصلي استخاره. وبعدين انت بتحبطي من ادائي ليه كده؟ اتفضلي اتفضلي شوف انا عملت ايه. اسمعي، من حق من يتم الحكم عليه في جنحه نصر ان يتقدم بطلب لمأمور السجن المحبوس به لتمكينه من الاستئناف ضد الحكم الصادر في حقه وذلك خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام. معناه إيه الكلام ده؟ كنت بتسأل أنا معناه إيه؟ لا أنا بستشهد، يعني معناه إيه الكلام ده؟ أجاوب أنا بقول لك معناه الكلام ده إن إحنا من حقنا نستأنف في القضية يا ست سنية. أيوة أنا فهمت، وأنا العظيم فهمت يا شيخ رامي، قصدي يا أستاذ رامي، فهمت إن ربنا يعوض علينا براءة الست قطاطة. حسبي الله ونعم الوكيل. في مين؟ فيك. ليه بس؟ لان العشر ايام عدى اول امبارح. شفتي؟ يعني انت لو كنت جيتي اول امبارح كنا استأنفنا القضيه، لكن كل حاجه رامي 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 ما تبصش لتصرفاتك يا سنية. تصرفات ايه؟ هو مش انت القاضي وده شغلك؟ انا قاضي ايه؟ انا المحامي وده شغلي. انا اسف يا جماعه، مفيش حاجه. خلاص يا ست سنية، ادام انت شايفه كده انا اقعد مع نفسي. وهستأذن. والقهوة ما شربتهاش، راجع نفسك يا سنية هانم. ست قطاطة، ست قطاطة، انت يا ست قطاطة. الراجل مساحب ميتة، انت مساحب ميتة؟
عايزه ايه؟ قومي وفوقي كده وطرطقي ودانك واسمعي على اللي هقولهولك واللي شفته واللي سمعته. من ده ومن ايه ده حصل يا بنت؟ شفت محصوره وقاضيه وشويه الدلاديل بتوعهم عمالين بيتودودوا في السر، وقالوا ايه؟ قالوا سلامات كلها يومين وتشرف على هنا. يا دبس؟ ايوه. وانت يعني جاي وجاي جاي تبلغيني تبلغيني خبر حلو كانك بتفرحيني بفرح بنت اختي. يلا قومي يلا يلا امشي يا جماعه. اصبري لما اكمل لك اللي عندي. كملي ايه؟ كملي. قالوا ان سلامات جايه وناويه على الشر لوحدها هنا في قلب السجن ومش هيعدي يومين يا تكون انتحرت يا اتجننت. جينا بلغمتك ولغمت تيجي فيني كده مش من هنا. الله وانت زعلانه ليه؟ مش انت بتقولي عليا ان انا هتجنن اهو. الله مش انت اللي عليكي القصد والنيه، هما كانوا قاصدين المعلمه ام ياسر. ام ياسر؟ ايوه. يا اختي ده موضوع جديد ده. شفتي؟ واحدة غيرك كانت تبوس ايديا بدل ما انت عمالة تقتتيني كده. من رياك علي يا اخت، حرك علي سيديك ابوسة. يا زبي دي كان بامسي امسي وعاتي قلبي ولا بك. تعال تعال اسمعين. ايه؟ تعال دكتور. يا عباس مش كده ابدا، ما يصحش. عيب، انا ما عنديش وقت، مش فاضي. مش فاضي انت بتعمل حاجه؟ فهمني بس دلوقتي ايه، انا عايزك تركز معايا قوي. اعتبر ان ده مثلا كشف مستعك، كشف خصوص، كفت طلباتك وجاب على ساعه حاجه سخنه، عايز بيبسي، شاي، قهوه، سجاير، شيش، اي حاجه في الدنيا. المهم ما تتنقلش من قدام المنظور ده. انا عايزك تراقب بطاطا في كل حركه بتقولها، وعايزك تسمع كويس قوي الحواديث اللي بتقولها اللميس والاثار السلبيه التي قد تكون في هذه الحكايه على البنت لميس. فاهم يا عباس؟ بس 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 هي هي بطاطا دخلت. بص الورد يكون بكل وكسر الجلال وزمعنا انت نزل ده منا يا لما اسمهراني بطاطا. شكلي كده صح؟ ايه ايه دي؟ مش دي؟ ايه دي؟ مش دي اللي هي ايه؟ هي دي مش دي وخلاص. ايه يا قطوطه ده اسمك؟ اسمي ايه؟ انت يا اختي اتمنى عليك دي، كنت بتستلم دراع ولا صحراوي؟ صحراوي ايه، انا كنت في الناشونال سيستم عادي. ناشونال سيستم؟ ناشونال سيستم؟ هو ايه الناشونال سيستم دي؟ كنت ناشونال؟ عادي، كنا اولاد وبنات مع بعض. دخلي؟ اصلاحيه يعني؟ اصلاحيه؟ مدرسة. لا مدرستنا كنا ولاد وبنات مع بعض يا قطاطة. ايوه ولاد وبنات مع بعض. ايوه بس هي بس اصلاحيه. ايه بقى انت عملت التريقه عليا وما قلتيش ايه الغلط اللي انا عملته ده؟ هو كان ايه الغلط؟ ها فين اللوحه؟ اهي اللوحه. ايوه هي دي. ايه بقى الغلط؟ الغلط دي انا اسمي ايه؟ مش كده اسمي؟ اسمي ايه؟ قطاطة. اسمي ايه؟ قطاطة. ايوه. طب دي مكتوبه ايه؟ قطاطة. شفت بقى قطاطة غير قطاطة. طب يعني اعمل ايه؟ دي مش دي، دي عايزة القاف غلط. ايوه ليه؟ القاف غلط. ماشي دي بقى غلط. عايزة بصي، عايزة واحد واحد كده. ماشي الف. ماشي واحد الف. عايزة واحد عادي ده. عايزة واحد وفيها حمزة. حمزة؟ حمزة مين؟ حمزة قصدك همزة. همزة اللغة العربية. همزة همزة اللغة العربية. اه همزة. ماشي. طب ممكن تيجي ليه همزة الكلب؟ ايوه صح كده كده. أنا عايز أكاد بكده واقفة. أتاتا أنا مش عارفة. طب بليز تيك ذا بين أند رايت إت. أتاتا تيك ذا بين أند. أتاتا خدي كتير. بتتكلمي في حاجة؟ أتاتا امسكي القلم واكتبيها. أنت بتتكلمي في حاجة؟ أيوة بقولك تيك ذا بين أند رايت إت يعني امسكي القلم واكتبيها. مش بتتكلمي من الجديد يعني؟ معلش. من زمان ده وأنت بتقعدي تشغلي ماسكة قدامك نوتة بتاعت المزيكا. أعمل إيه بقى؟ يلا اكتبيها بقى. أكتب؟ اكتبي لي الألف. ماشي بدا ألف أهو. قطاطة ماشي بقى. هو أنت مدرستك كانت ناشونال برضو ولا أي جي ولا أمريكان ولا إيه؟ إيه قطاطة مدرستك كانت إيه؟ بتكلميني؟ أيوه. لا مدرستي إذا لابد كانت مدرسة دي، إحنا كنا أول مدرسة اتنشأت في التاريخ. دي كانت مدرسة رع. يعني كنتوا ولاد وبنات برضو؟ ما كانش تفرق، لأن في الفترة دي البنات كانت شكل الرجالة بالظبط، مش فارقة يعني. وكان بقى إيه؟ الوضع على مقامك كان حتة، كان فيه كده سور طويل كبير وفيه سلك
وفوق فيه ابراج وفيه عساكر واقفه واقفه كده اهو هنا وهنا وهنا ومسكين بنادق والمعمور قاعد في قلب القبه والعنبه بتاعته كده واللي كان يتاخر يا خبر اسود ايه اول ما يخش على الباب كده وهم متاخر وهم ضاربينه بالنار يموت انا اسمع بس كده تاني يعمل كده تاني ازاي مات قتلوه ايوه بيجي بقى تاني يوم بيجي بدري عشان ما يموتش طب وانتي اتاخرتي قبل كده مرتين موتوكي مرتين دي مكيدة انتي تضحكي عليا وقولك ليه كلام نسوان في الليفنج ايوه طبعا ما كلام نسوان في الليفنج هو مين كلام كده ما تيجي ناكل بقى انا جعانة قوي عايزة ايه هتيجي بطاطس مسلوقية محمرة ماشي ماشي وهتيجي ايه عمو الله كانت فين الكبيره دي كلها لما حدفتونا عند باشرم هناك ككبش في ده يعني ايه فاكرني عروس النيل انا كانوا في المضارب وما هي المضارب اماكن لممارسه المجون يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي ده انت اللي هتجيب لي مجون مش كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده واد الخاتم بتاعه دليل ان انا قتلته مرحبا الاشرم ده لما ثبته اللعنه عليك ايها الليمبي طب لك حيتني اجد من يخلصني منك ثق لأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي يا قوم هذا هو خاتم الأشرم أيوة. الذي انتصر عليه الليمبي البطل أيوة. الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا أيوة. وديارنا اليوم يومك يا ليمبي رفعت رؤوسنا أيوة الله وعليت مقامنا أيوة الله وحافظت على ديارنا أيوة الله مرحبا بك أبو منة أبو منة على دماغي ربنا يخليك أبو منة حبيبي والنبي مردود لك في فرح بنتك ان شاء الله بص بقى مخدرات وميه هتبقى نازله يعني عشان كفار يعني مين على جهنم ايه يا عمو ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك ولا انا تبع الحديد والصلب بلا قرف يلا خلصنا بقى يا قوم ايوه يا قوم ما هون عادين ما تخلص الليمبي لم يعد منذ الآن عبدا من العبيد إنه من صلبي وحفيدي وحبه في قلبي مغروس واسمه من اليوم الليمبي ابن باني مغروس عمو يلا بقى قول لي بقى كنت فين عشان عايز اعرف اخبرني قارئ الطالع القارئ يا عمو هو كل شويه الراجل ده طالع ايه ما بينزلش ابدا اخبرني قارئ الطالع ايوه انني ساحتضر يوم زفاف ابنه اخي هند وعليك ان تسارع بطلب يدها أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف ايه اللي بتقوله ده يا عم طب يعني انا يعني عايز اتجوزها بعمل ايه يا قوم أوه. ساخدمك هتخدمني ايه بس ساخدمك يا قوم لقد طلب مني الليمبي الان ايوه يد هند ابنه اخي ولكنني لم ارد عليه وساسال هند يا عم لما ارد عليك ايه وانا بكلمك في النبيض سيبني انا ازيع هذه الفكره
يا كون، يا أيها الكفرة الفجرة، إنني طلبت إيد الإناثة هند وسنتزوجك، سنتزوجك. وصدي صدي صلي النبي، صدي صلي ما يصدي، صلي أبو رمضي، صلي أمو الهدية، صلي عالقدر عالقدر عالقدر، زرخة بعدت عالقدر، تديك قاطرها عالقدر، شيلينين شيلينين شيلينين، وقع مني شيلينين، الحتة دي هي شيلينين، دوروا معايا بنتك حلوة. إنه يشكل خطرا شديدا على آلهتنا. اسمعي، اسمعي ما ينشده من أغاني، إنه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون، صبرا. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز عريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. ايه واحد يا هن؟ امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك؟ اسمها بخ. بخن ابن عماها عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن ابن عماها ايه؟ ده يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع هن اننا سنتنازنا ونخرج سويا. احق ما يقوله اللمبي يا هن؟ نعم يا عماه، لقد دعاني للخروج. شايفة رأيت المياعة في الكلام؟ والله يا عماه سأخذ هنودة ونتنازنة قليلا بالخارج. أيوة تقول الشباب بقى، وانت عارف بقى، وحركات بقى، وشيطان شاطر، وانت سيدي الكفرين معارف. حسن حسن حسن، ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا 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 نتأخر، لا نتأخر، لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في صقر قريش؟ أم تريد خيمة على المحارة؟ أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي به إليك؟ كلا شكرا. قل، لا تنكسف ولا تنخدع، قل ما عندك. ألا تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفلح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة، ولكن لا تتأخر. شفت صوت الراجل ده؟ ينفع مؤذن، خلي بالك. يعني نتكلم عند عضونا البعض احنا الاثنين. حس انت مش مفسر، مش فاهم منفذ بقي. لا افهمك، ولكني سعيدة بكلامك، أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام من أنا أكون كنت بتكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظة، تتجاوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي؟ نعم. أيوه نعم. أغثني بالله علي. يا أخي بطلوا بقى، بطلوا، ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا دي يبي إنه عبده. عبده؟ ماشي، مشكلين عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بينا لا تفعل ذلك. واخدة بالك بقى هند، تعرف إن أنا كان نفسي أخدك كده على كورنيش. لمبي شكلها عم عبده.
كان نفسي اخدك بقى على المقطم كده وافرجك المعادي، ها واخدك على الدائرة اللي تسبب بالليل انا وانت. بس واضح ان هنا مفيش خرطة الطريق، المحافظ بتاع قبيلة قريش عندكم فشل. اغفرلك. لا انا مش نبي ولا اله. يا حرامي يا حرامي سؤاقة حرامي، ده سر الشعرية بتاعتي. هي لمبي اكمل اكمل حديثك، احب اسمعك تتكلم. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا ايه عايز اتكلم معاكي في المستفيد، ماشي؟ عشان يبقى ايه يبقى خير في سلامة، وخدي لي ايه بقى ماذا؟ سلامة في خير، وخدي لي خير في سلامة. حسنا فهمت، كلما تقول شيئا يجب ان ارد عليك بنفس الوزن والقافية. كلام شنيل كلام شنيل، يعني خير في سلامة وسلامة في خير. حلو قوي. دلوقتي بقى انا رحت لعمه هريسة واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق، بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيل ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيل ولا ايه؟ انها طرفة. ايه الطرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعمل ايه؟ كم كنت يا لنبي سعيدة عندما حررتني من ايدي زيدون اللئيم وانقذتني من ان اكون له اما ونجوت من الاشرم وعدت لنا سليم. ايوه انت هتتجوزين انا هتتجوز الاشرم. بالطبع يا لنبي. ايوه. او كيف ارفض؟ او كيف ارفض يا ابن الكرام الطيبين؟ او كيف ارفض يا ابن الحسن المحسنين؟ او كيف ارفض ارفض ارفض؟ يا بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي؟ والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى انا عايز ايه اعرف النظام عندكم ايه بقى، عشان خاطر ايه يبقى في الاتفاق كده اللي بيننا وبين بعضينا، ها يبقى انا عارف ايه اللي ليا واللي عليكم. خلاص عليك بشراء الخيمه وانا ساعمرها. ايوه يعني انا هجيب الحطب والميتين وان انتوا هتجيبوا المدافن. لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، انا ساعمرها اي انني ساسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترن؟ طب انا استفدت ايه من رميه الجته دي؟ الناس دعناها بره الشط. طب انا مالنا؟ لمبي لا افهمك، دعني اكمل حديثي. افضل يا ست كندا يا ست كلام. واريد ان يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تكلكلكي لا تتكلكلكي، لانني قد اعطيت عموكي 1000 دينار من اجل تظبيط الخيمه. يعني عايز يجيب لي غاز، ها يبقى طبيعي، او بومبا، ها تكون في اذن صرف قلب الخيمه كده يعني الدخله المهمه. اتقصد ليله البناء؟ ليله ايه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخله. ليله ايوه هي الدخله دي اسمها الدخله على طول دي. هذا هم جدا. عارفه الدخله؟ نعم اعرف. انا كنت بتزهق مع شباب قريش وكده. كل ما اعرفه ايوه ان الزوج والزوجه ايوه يجلس وحدهم داخل الخيمه ايوه ويجب عليهم احضار طفل. عرف الطفل بيجي ازاي؟ لا اعرف. انا عرف الطفل بيجي ازاي، ولكني سمعت من بعض النسوه ان الزوج والزوجه يجلس وحدهم معا داخل الخيمة أي الخلوة. أيوة. ثم تضع الزوجة أيوة قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده الريلاكسيشن. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني أيوة وأنجب طفلنا. ماذا؟ تنجب الطفل إزاي؟ تنتفخ فيها بطني وأنجب طفلنا. ايوه يعني من ايه يعني؟ انت بتنفخ وتجيب العيل ازاي؟ طعام الزعرب. طعام ايه؟ طعام الزعرب ينفخني وانجب طفلنا. عمي هريسه قال لي ذلك. امه زعرب؟ نعم الزعرب، طعام الزعرب ينفخ واجيب عيل؟ نعم عمي هريسه امه انجبته هكذا. انجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ ولا تحرجني لمبي الزعرب. انت مكسوفه من ايه؟ ده احنا بنتكلم في شويه خضار. طب بص بقى، انت مش عندك هريسه جه من زعرب واحد؟ ها؟
ها؟ امك جابته من زهر ابوها، انا عاجلك في بيت الدخله معايا الزهر وبيت. ليه؟ ايه يا فندم؟ ده انت طلعتي. انصري يا هند ان الدنيا تضحك لينا، انصري انظري انصري الى الكرم. نظرك بالكرم. أتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. ايوه ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. عشان كرم انه معوج. 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 معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بيدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام وبلح، وانا لا بقبل الاصنام ولا بحب البلح. يا لمبي يا ولدي انت الان من البيت. ماذا؟ ولا يجب ان تحضر اشياء معك. فانت مقبل على زواج والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنوده. اصبر اصبر يا ولدي حتى نسأل عنك. يا عم انت لسه هتسأل؟ ما انت خلاص شفت الدبانة اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهة. الهة؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبة بخمسة جنيه وبناخد عليه حمار هدية كمان. وما هي الخمسة جنيه؟ عبارة عن درانا واحد. الدران هنا ب 25 جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى بلى. ولكني أصدقك القول يا ولد.